تمر العلاقات المصرية الأفريقية خلال الفترة الراهنة بأفضل عهودها بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتماما واسعا بالقارة ويعمل على زيادة التعاون الاقتصادي مع دولها لتحقيق معدلات تنموية مرتفعة. في هذا العرض سنتعرف على حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية، والبداية بالاستثمارات المصرية في أفريقيا بشكل عام والتي ارتفعت لعام 2021 ليصل إجماليها بالقارة إلى 13 مليار دولار. يأتي هذا بينما بلغ حجم الاستثمارات الأفريقية في مصر نحو 2,800,000,000 دولار. وتستهدف الحكومة المصرية رفع الصادرات المصرية للقارة إلى 10 مليارات دولار خلال العام الجاري فقط، واستحوذت 10 أسواق أفريقية على ما يقرب من 80% من إجمالي الصادرات المصرية من المنتجات الموجهة إلى أسواق القارة. فقد كشف تقرير اتجاهات الصادرات المصرية إلى أفريقيا الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة أنه على رأس تلك الأسواق جاءت ليبيا في المرتبة الأولى بإجمالي صادرات 796 مليون دولار، يعني بنسبة 16.17% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لقارة أفريقيا في عام 2021. أما السودان فجاء في المرتبة الثانية بقائمة أهم الدول الأفريقية المستوردة من مصر بقيمة 716 مليون دولار وبأهمية نسبية 15%، وبلغ معدل نمو الصادرات المصرية إلى السودان 8.19%. إذا ما نظرنا للمرتبة الثالثة نجد المغرب الذي جاء حيث استوردت منتجات بقيمة 684 مليون دولار، يعني بنسبة نسبية 14.14% من الإجمالي للصادرات إلى القارة وبمعدل نمو 4.19%. أما الجزائر فقد جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات بلغت 507 ملايين دولار بنسبة بلغت 10.16% وبمعدل تراجع 1.16%. أما كينيا فجاءت في المرتبة الخامسة بقيمة صادرات بلغت 339 مليون دولار وبنسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية للقارة، أي بمعدل نمو 4.17%. تلتها تونس التي استوردت من مصر منتجات بقيمة 231 مليون و400 ألف دولار وبأهمية 4.18% من إجمالي الصادرات. أخيرا تأتي نيجيريا في المرتبة السابعة بقيمة صادرات بلغت 138 مليون و400 ألف دولار، يعني أهمية نسبية 2.19% وبمعدل نمو 4.17% من إجمالي الصادرات المصرية. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا سريعا عن حجم التبادل التجاري بين مصر وبين دول القارة الأفريقية بشكل عام.